اليوم السبت 25 أدار مارس 2023، واليوم القمر ببرج الثور لليوم الثاني على التوالي، وبيعمل اتصال فلكي مع كوكب نبتون يلي هو له علاقة بالحدس والأمور الحسية وكل شيء بيتعلق بالموارئيات. هذا الطالع بيعني أنه نهارنا بيكون مايل للهدوء والتفاهم أكثر من الغضب أو الانفعال. نبدأ مع الحمل، عم تعرف كيف تحقق اللي بدك إياه بطريقة هادئة ومنطقية. اليوم بيكون إحساسك بالأمور عالي جداً، وبنفس الوقت أنت عم تكون واقعي وعم تحاول تقنع حالك شوي شوي أنه في أمور ممكن تحققها وفي أمور لساتها بعالم الخيال وما صار وقتها لتتحقق. برج الثور بيكون رأيك حكيم وسليم بمعظم المواضيع يلي عم تناقشها اليوم. القمر ببرجك عم يعطيك الطاقة اللازمة لإنجاز الأعمال المتراكمة، وكمان عم يعطيك جاذبية وحضور جيد. ما في شيء بيتم اليوم بالتسرع والانفعال، بل على العكس رح يكون التفاهم والرواء سيد الموقف. برج الجوزاء حدسك جيد اليوم وعم تشعر بالأمور قبل ما تصير، أو عم بيحسك قلبك بالشي المنيح والشي المانو منيح أو مانو من مصلحتك. بكل أحوال نشاطك بهذا الوقت عم بيروح للأعمال الفردية أكثر، وأنت عم تحب تشتغل لوحدك أو بعيد عن الناس. جوك رواق فما تستعجل لحتى تعمل مناسبة أو عجقة ناس بهذا الوقت. برج السرطان ناجح بعلاقاتك الاجتماعية اليوم، وقادر تستفيد من فرصة أو دعم بيكون متوافر من خلال الأصدقاء والمعارف. طوالع الفلك بتحكي عن قدرات خاصة بتتمتع فيها بتميزك عن الآخرين. بشكل عام الأجواء رح تكون رايقة ومناسبة لطبيعتك الحساسة. برج الأسد ممكن تشعر بنوع من التقلب المعنوي بقلب هذا النهار، لكنه بيكون مؤقت وبيزول سريعا. بس بشكل عام أنت بحاجة اليوم للوضوح، ولازم تطلب المزيد من المعلومات والاستفسارات بخصوص شي عم تشتغله، لأنه ممكن تكون مغيب عن حقائق أو معلومات مهمة. يومك مناسب للعمل الهادئ والانتهاء من الواجبات بشكل منظم. برج العذراء بتروح بخيالك وأحلامك لبعيد، وبتخطط وبتصير ترسم لأمور مستقبلية كتير. في إيجابية بالأجواء بتخليك متفائل أو متحمس، وبصير بدك تعمل تواصل وتخلق علاقات جديدة بتفيدك بحياتك المهنية أكثر. إذا كان في خلاف أو مشكلة بإحدى العلاقات القديمة فاليوم بيكون مناسب جداً لإصلاحها. برج الميزان عالج مواضيع المال والشركات بطريقة هادئة، لأنه الفلك بيشجعك على هذا الشيء اليوم تحديداً، وبيدل كمان على حلول ممكن تلاقيها من خلال النقاش الهادئ أو حتى كمان حدسك اللي ممكن يساعدك بالوصول لاستنتاجات مهمة. ممكن تساعد حدا تعبان أو عم بيمر بفترة صعبة صحياً أو معنوياً. برج العقرب بتعيش يوم بميل للاستقرار أكثر وللرواء، على الرغم من أنه هاي الفترة بشكل عام كلياتها فيها عمل كتير وبعض الأعراض الصحية، بس طوالع اليوم بتقول أنك عم تكون مسيطر نوعاً ما على تفاصيل حياتك وعم تشتغل بطريقة غير انفعالية، وبالتالي أخطائك عم تقل ونجاحاتك عم تكتر. برج القوس ممكن تلاقي الحل لقصة مهنية أو عائلية زعجتك. بيكون هذا النهار غير مناسب أبداً للمغامرات والمبادرات المتهورة، لأنه القمر بس يكون ببرج ترابي بصير يشجعك لحتى تكون واقع أكتر وتحسب للمخاطر وتنتبه لأدق التفاصيل. اليوم بيكتر الشغل، بس ما بيكون هذا الشيء سلبي أبداً عليك. برج الجدي قادر تتوصل لتفاهم وتخلق جو من الألفة بحياتك. طوالع هذا اليوم بتحكي عن استقرار أو شعور بأنك قادر تحقق اللي أنت بدك إياه بس بطرق معينة، يعني العشوائية والعفوية ما بتنجح بهذا الوقت. العلاقات وأمور الحب كمان بهذا النهار بتكون جيدة، ولو أنك عم بتميل للروحانيات أكثر وعم بتدور على شخص بيشاركك بهذا الموضوع. برج الدلو يومك مناسب للاهتمام بالأمور اللي كتير كتير شخصية، ومنها الأمور المنزلية والعائلية والمقربين. الطالع الفلكي بين القمر ونبتون بيخليك اليوم منتبه لكل التفاصيل وبيساعدك على رؤية مصلحتك بكل شيء. حاول أنك تكون واضح مع الجميع، بس بنفس الوقت ما تحكي كتير عن طموحاتك وأحلامك. برج الحوت كمان بيكون هذا النهار جيد لإلك، وكأنك عم تخلص من كل مشاكلك فرد مرة، أو عم تمسك طرف الخيط يلي رح يوصلك لنجاح أو تحقيق حلم. هذا النهار بيشجعك لتقوي علاقتك بأصدقاء مقربين منك، ولحتى تقوم بنشاطاتك اليومية بطريقة متفائلة أكثر. مولود اليوم طبعا هو من مواليد برج الحمل، هو شخص جريء جدا وواثق من نفسه، بتعرف كيف تأثر بالناس، وعندك كاريزما محببة بتساعدك لحتى تحصل على الشيء اللي بدك إياه من دون تعب. هاي السنة بتركز على فرص مالية ومهنية جديدة، وبتحمل لك أوقات كتيرة ما فيها مشاكل وخالية من التعقيدات، وبالتالي رح تحقق شيء مهم جداً خلال هذا العام بيتعلق بمشاريعك الشخصية.